حيوان أليف من الثدييات. الأغنام. سمي بلد بارد. دنمارك. شيء يطير من صنع الإنسان. طيارة. شيء يمكن تحميصه. شامين. حب. ها؟ حب. شيء يحرقه الناس. زبل. حلو حلو، روعة. إذن الأزبال، خلصنا 5 أسئلة وإجاباتك كانت سريعة ودقيقة. قبل انقضاء 20 ثانية نتمنى أن يكون حسام يجاوب نفس الأجوبة، يعني باحتمالات أخرى، حتى توصلون إلى 200 نقطة. خلينا نشوف. السؤال الأول اللي سألتلك إياه يا فاروق هو حيوان أليف من الثدييات. قلت الأغنام. 26 نقطة. ممتاز. شو ضايق؟ يلا خلينا نشوف. السؤال الثاني سألتلك إياه، قلت لك سمي بلد بارد. قلت الدنمارك. 11 نقطة. هناك أكثر بلدان أكثر برودة من الدنمارك. أيه. السؤال الثالث، قلت لك شيء يطير من صنع الإنسان. قلت الطائرة. احتمال عالي. 25 نقطة. صار عندك 62 نقطة، قاعد تقترب من 100 وإن شاء الله أكثر. السؤال الرابع، شيء يمكن تحميصه. قلت لي حب. كرزات. 26 نقطة. ها شنو انت؟ عافية عافية فاروق. 88 نقطة عندك الآن. السؤال الخامس، قلت لك شيء يحرقه الناس. قلت الأزبال، النفايات. 21 نقطة. روعة روعة، يعني 109 نقطة عندك الآن. الآن عنده 109 نقطة، هذا يعني جاب نتيجة عالية. ممكن الآن حسام يساعده ويوصلون إلى 200 نقطة، بس المفروض يكون حسام بطل هادئ وبطل. حيوان أليف من الثدييات. بقرة. سمي بلد بارد. أمريكا الشمالية. شيء يطير من صنع الإنسان. طيارة. شيء يمكن تحميصه. غير طيارة. بسرعة. البالون. شيء يمكن تحميصه. الحب. شيء يعيد. الشاميه. الفشار. شيء يحرقه الناس. الخشب. ممتاز ممتاز، رغم انه انت يعني توقفت كثيرا. انا قلت لك اول ما اسالك السؤال تجاوب مباشره ضمن 5 ثواني. شنو يعني الان؟ اقل من 25 ثانيه انت جاوبت.